أعجبتني الثلاث نقاط، هي ثلاثة سبل التوفيق، بلخصها ثم نروح للتفاعل. ثلاثة سبل التوفيق هي العلم، ثم مخالطة من يرفع الهمة، ثم بذل الأسباب. نعم. صلى الله عز وجل التوفيق. نعم. أما بالنسبة لتفاعل الجمهور، سألناهم ماذا يعني لكم الدعاء؟ جميل. فقالوا لنا ما ستستمعون في هذا التقرير. تهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. هكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في الدعاء. وأنا أقول بأن الدعاء هو سر وسبب رئيسي من أسباب النجاح والتفوق والسعادة في هذه الحياة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، صدق الله العظيم. فالدعاء هو سلاح المؤمن، وهي عبادة عظيمة تتحقق بها الأمنيات وتحلو بها الحياة، وهي التقرب من الخالق ونعمة من الله. واعلم أن المسافة بين الدعاء والإجابة هي ذاتها المسافة بين المفردتين في قوله تعالى ادعوني أستجب لكم. فلا تحسب أن عملي وعملك هو المنجي، ولكن هي رحمة مولاك، فلا تكفوا عن الدعاء، فالله يعطي بلا انتهاء. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يرزق أي أحد قاعد يشوف مقطعي دحين شعور الطمأنينة بعد الدعاء، لأنه شعور حقيقي ما يتوصف. شعور أنك تشكي خفايا أمورك وأسرارك لشيء يحسسك بالراحة، عمره ما حتحس بالأمان زي اللحظة هذه. تحس أنه أنت قاعد بتتضرع وقاعد بتنذل، الحاجة تعطيك قوة، يعني شعور مرة حلو، شعور مرة قوي. وبعد فترة وقت ما تلقى انه ربي فرج عليك الهم اللي كان موجود، تحس ان انت يعني من جد صوتك تسمع، تحس يعني شعور عظيم حقيقي. اتمنى انه الله سبحانه وتعالى يرزق اي احد هذا الشعور، لانه شعور عظيم عظيم وسعادة حقيقية من جد. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.